الدقة والجودة العالمية وبنسب مكون محلي معدلات إنتاج 200 طلمبة شهريا تحت شعار صنع في مصر. كما نستهدف بهذا التحديث تنفيذ خطة الدولة بشأن الاعتماد على المنتجات المحلية مصرية الصنع في المرتبطة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة وكافة الإسكان والتعمير والتنمية الشاملة بمصر. والتقدير والامتنان للسيد معالي الدكتور دولة رئيس مجلس الوزراء لدعم سيادته المستمر ومتابعته لكافة أنشطة ومشروعات الهيئة العربية. كما أتوجه بالشكر والتقدير سيادته أثناء فترة رئاسته للهيئة والتي تم في عهده إنشاء مركز التصنيع الرقمي الذي نفتتحه اليوم. مسلحة جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركاتها المختلفة في كافة ربوع الجمهورية، الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، جامعة الأسكندرية، شركة المقاولون العرب، شركات القطاع الخاص المتعاونة مع الهيئة. وإنني بهذه المناسبة أوجه تحية إعزاز وتقدير لكل من ساهم في الإعداد والتشغيل لهذا المشروع ولكل من يسهم في دفع عجلة التنمية لهذا البلد العظيم. ومن هنا من مصنع محركات الطائرات أحد مصانع الهيئة العربية للتصنيع نهدي هذا النجاح بفضل الله تعالى إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وذلك لمتابعة سيادته الدائمة والمستمرة والحثيثة وتشجيع سيادته للجهود التي تبذلها الهيئة العربية للتصنيع في مجالات العمل المختلفة. ونعاهد الله ثم سيادته على بذل مزيد من الجهد للتحديث والتطوير وزيادة معدلات الإنتاج. والله ولي التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والآن مع فيلم تسجيلي عن مراحل إنشاء مركز التصنيع الرقمي. امتلاك القدرة التكنولوجية في الصناعات الدقيقة المرقمنة وتعميق وتوطين التصنيع المحلي وتعظيم شعار صنع في مصر. توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للهيئة العربية للتصنيع. فبعد نجاح مصنع المحركات التابع للهيئة في إنتاج 3 طرازات من مضخات مياه الرفع الرأسية والتي أطلق عليها اسم كيليو باترا وتم اعتمادها من هيئة التنمية الصناعية والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، جاءت تكليفات القيادة السياسية للهيئة العربية للتصنيع برفع الطاقة الإنتاجية لمضخات المياه من 25 إلى 200 مضخة شهرياً لتغطية احتياجات المشروعات القومية الكبرى ومن أبرزها مشروع القرن حياة كريمة. واستجابة لهذه التوجيهات قررت رئاسة الهيئة إنشاء مركز التصنيع الرقمي DMC لرفع الطاقة الإنتاجية وزيادة القدرات التصنيعية. المركز هو الأحدث في مصر بنظام الرقمنة الصناعية الكاملة والتي تتوافق مع الثورة الصناعية الرابعة ومتطلبات التحول الرقمي. يضم مركز التصنيع الرقمي مجموعة من مراكز التشغيل المرقمنة ماشين سنتر والتي تصل حتى 5 محاور تقوم بجميع أعمال التشغيل من خراطة أفقية ورأسية، تفريز وثقب وتجليخ، مما ساهم في تخفيض زمن التصنيع للمضخة
من 38 ساعة على الماكينات التقليدية إلى 22 دقيقة بالماكينات الرقمية المبرمجة. حيث يمتاز المركز بدقة الإنتاج والجودة العالية وخدمة ما بعد البيع المتميزة، بالإضافة إلى أحدث ماكينات لقياس الاتزان الديناميكي للأجزاء الدوارة، بجانب وجود محطات للتجميع بطاقة تصل إلى 7 مضخات يوميا. مركز التصنيع الرقمي التابع لمصنع المحركات حاصل على العديد من شهادات الجودة العالمية، من بينها شهادة نظام إدارة الجودة ايزو 9001، شهادة الجودة والبيئة ايزو 14001، شهادة السلامة والصحة المهنية ايزو 45001، وشهادة اعتماد معامل المعايرة ايزو 17025. هذا وقد قام المركز بعمل العديد من بروتوكولات التعاون مع كبرى الشركات العالمية في مجال برمجة وتشغيل ماكينات CNC، وكذلك عدد القطع المستخدمة على هذه الماكينات، لإنشاء وحدة تدريب تقوم بنقل أحدث التكنولوجيات للعاملين في هذا المجال. كما تم اعتماد المركز من قبل سلطة الطيران الفيدرالي الأمريكي FAA كمركز تصنيع وإصلاح أجزاء هياكل ومحركات الطائرات، والذي يعطي الأفضلية للمركز بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية العاملة في هذا المجال. الهيئة العربية للتصنيع ستظل دائماً تعمل لرفع شعار بكل فخر صنع في مصر. الهيئة العربية للتصنيع، قاطرة الصناعة في مصر. والآن مع عرض تقديمي لمركز التصنيع الرقمي، يقوم بتقديم العرض اللواء مهندس جمال رمضان، رئيس مجلس إدارة مصنع المحركات. بسم الله الرحمن الرحيم، وما بكم من نعمة فمن الله، صدق الله العظيم. مرة تانية نرحب بالسيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء والسادة الضيوف والسادة حضراتكم في تقديم مصنع المحركات. تم إنشاء مصنع المحركات عام 1960 تحت اسم مصنع 135 الحربي، بغرض تصميم وإنتاج محركات الطائرات النفاثة القاهرة 200 والقاهرة 300. مصنع المحركات مملوك بالكامل لدى العربية للتصنيع برأس مال قدر 151.8 مليون دولار، المساحة الكلية 100 فدان 454 ألف متر مربع. يبلغ عدد العاملين بالمصنع 1840 عامل ومهندس. الأنشطة الرئيسية للمصنع ستك عندنا منتجات أو أنشطة عسكرية وأنشطة مدنية. العسكرية منها عمرة وإصلاح المحركات التربينية والمدرسية وملحقاتها، وعمرة وإصلاح محركات الدبابة M1A1. المدنية عندنا أربع أنشطة: في المدنية تصنيع أنظمة الفرامل والسكة الحديد، تصنيع قطع غيار للشركات الكبرى اللي حصل عندها أوبسلنس في قطع غيار، فإحنا ستك بنعمل لها بالهندسة العكسية أو بالهندسة العكسية بنقدر نصنع لها الجزء اللي بايظ عندها ونعيد المصنع لمكان تاني. تصميم وتنفيذ مشروعات تنقية وتحلية المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي، تصنيع الترمبات. دي سيادتك اعتمادات السلطات الدولية نظم إدارة الجودة، احنا سيادتك معتمدين من سلطة الطيران المدني المصري الإيكا، سلطة الطيران الفيدرالي FAA، سيادتك المصنع معتمد كلحامين دوليين. دي يا فندم تابع الاعتمادات مصنع المحركات، سيادتك احنا عندنا 16 خط عمرة المحركات مختلفة، سيادتك احنا معتمدين من المنتج الأصلي لهذه المحركات، منها على سبيل المثال شركة جنرال إلكتريك الأمريكية، شركة رولز رويس الإنجليزية، شركة صفران الفرنسية وآخرين. دي يا فندم سيادتك بعض نماذج الشهادات اللي حصلنا عليها: ايزو 9001، ايزو 14001، ايزو 45001. دي تابع برضو فندم الشهادات اللي احنا حصلنا عليها.
دي سيادتك المحركات اللي احنا ال 16 طراز المحركات اللي احنا شغالين عليهم، دي الطائرات المركبه عليها المحركات دي، منها الطائره سي 130، الطائره الميراج، الطائره الالفا جيت، الطائره البافالو واخرين. كمان يا فندم المحرك الدبابه M1A1 عشان ده محرك تربيني فاحنا بنعمره للمدرعات، ودي الطائرات الليل اللي احنا بنعمر عليها محركاتها اللي هي ال 108 وال 117 والجازيل، والمحركات المكبسيه اللي على الطائرات الهيلر والزيلن والجروب واخرين. فانا سيادتك اي محرك بيتم عليه اعمال عمره او اصلاح او تفتيش او اي اعمال بتتم عليه، بعد ما بتتم الاعمال دي يا فندم بنختبر المحرك على خليه الاختبار، بتقيس جميع اداءات المحرك كما لو كان طاير في الطياره بالظبط بحضور العميل، وبيحصل برنت لهذه الاداءات بيحتفظ بيه في اللوك بوك بتاع المحرك وبتاع الطياره اللي طاير عليه. مصنع المحركات يا فندم هو المركز العمره والاصلاح الوحيد المعتمد خارج كندا لمحركات الطيارات البافالو بالتعاون مع شركه اي تكنولوجيا الكنديه. تقريبا يا فندم حتى المركز اللي في كندا دلوقتي هم عاملينه كمركز ستاندر فقط يا فندم، لكن احنا تقريبا بنعمر لمحركات العالم بالكامل للطياره البافالو. والطياره البافالو دي يا فندم دي شغاله في منظمه الاغذيه العالميه ومقرها زيمبابوي، واحنا معتمدين يا فندم من سلطه الطيران الزيمبابوي بتجيلنا وبتعملتنا كل سنه. اي طياره بافالو بتطير في العالم احنا بنعمر المحرك عندنا بتاعها يا فندم. كمان يا فندم نفس المحرك اللي طاير على الطياره سي 130 والطاير على الطياره الاي تو سي الانذار المبكر للطيارات الاستراتيجي، هو نفس يا فندم المحرك بتاع توليد المجال الكهرباء، توليد القدره الكهربائيه في البترول، بنعمر لهم ونصلح لهم المحركات عندنا يا فندم، اللي هو المحرك 501 تي بي. تعاون مع بعض ادارات القوات المسلحه، طبعا التعاون السابق كان معظمه مع القوات الجويه، سيادتك بنعمر لهم من 75 ل 80% من محركات الطائرات. ايضا بنعاون بعض اسلحه القوات المسلحه منها اداره الحرب الكيماويه، ده يا فندم جهاز امريكي الصنع احنا عملناه بالهندسه العكسيه وبنعمله تقريبا بنسبه 100% دلوقتي انتاج مصري بمصنع محركات 100% يا فندم. برضه يا فندم اداره الاسلحه والذخيره بنصنع لها خزان المواكس الصاروخي، نسبه تصنيع داخل مصنع محركات 100% يا فندم. امكانيات التكنولوجيا للمصنع، عندنا جميع الامكانيات الخاصه بالتصنيع، تشغيل وقطع بالسلك القطع باللهب والبلازما، التشكيل حداده، جميع العمليات بتتم عندنا في مصنع المحركات يا فندم. معامل عندنا معامل اختبارات لاتلافيه NDI نون ديستركتيف انسبكشن، عندنا معامل معايره وقياسات، عندنا معمل قياس استرادة وتحليل مواد سيادتك، عندنا معامل اتزان للمعدات الدواره على احدث مستوى سيادتك، عندنا المكن بيوزن من نص جرام حتى 3 طن. المكنه اللي قدام سيادتك اللي على الشمال دي يا فندم دي احدث مكنه في العالم دلوقتي، بتوزن حتى 3 طن، طول حتى 3 متر، قطر حتى 1.6 متر. كانت المصنع في المجال المدني سيادتك عندنا اربع مجالات، مجال السكه الحديد وده من سنه 1971، تصنيع قطع غيار لمعدات المصانع الكبرى اللي حصل لها اوبسوليسنت او تقدمت، انشطه المياه، تصنيع الطرمبات. بالنسبه لمجال السكك الحديديه، تصنيع انظمه الفرامل والتصادم لصالح هيئه سكك حديد مصر وشركه الماس ومصنع سيماف ترخيص من شركه كونور الالمانيه بالنسبه للفرامل وشركه اكستون البولنديه بالنسبه للتصادمات واجهزه الجر. سيادتك بالنسبه ل عندنا تصنيع واصلاح قطع غيار متنوعه، منها اصلاح تربينات، اعمده، تروس، اصلاح اجهزه دواره وخلافه لكبرى الشركات المصريه، مثال شركات البتروكيماويات، شركات الاسمده والصناعات الكيماويه، شركات البترول واخرين. انشطه المياه يا فندم، احنا شغالين في انشطه المياه بقالنا اكثر من 20 سنه، يقوم مصنع المحركات بالعمل في مجال تكنولوجيات المياه، حيث يقوم بتصميم وتنفيذ المحطات التاليه: محطات معالجه مياه الصرف الصحي حتى 150 ألف متر مربع زي اللي في السويس، محطات تنقية مياه الشرب السطحية ساعات حتى 160 ألف متر مكعب زي جزيرة الدهب، محطات تنقية مياه الشرب ساعات حتى 2500 متر مكعب يوم، محطات تحلية مياه البحار والبر حتى 10,000 متر مكعب يوم، محطات معالجة مياه الصرف الصحي حتى 1000 متر مكعب يوم. دي سيادتك بعض الأمثلة أو النماذج اللي مصنع المحركات عملها وكان فيها تحدي كبير، وشرفنا بسيادتك هناك اكتر من مره في اسوان يا فندم. دي المحطه اللي هي توسعات صرف صحي كيما 1-2 ساعه 35 الف متر مكعب يوم، ودي كانت معالجه ثلاثيه، دي تم تنفيذها يا فندم في 7 شهور. بعدها يا فندم خدنا محطه جزيره الدهب، ودي برده كان تحدي، كان المساحه المتوفره تقريبا هناك فدان وكان مطلوب يقام عليها محطه 160 الف متر مكعب يوم، عملنا الاول 80 ألف متر مكعب يوم في سنة، والثانية في 6 شهور سلمناها ابتدائي وشغالة بالكامل دلوقتي وفي طريقنا للتسليمة النهائية يا فندم إن شاء الله. ما
من الامثله برضه يا فندم محطه المياه ابو كبير محافظه الشرقيه سعه 35000 متر مكعب يوم. برضه يا فندم سيادتك مصنع المحركات والار ان دي والهيئه العربيه للتصنيع سباقين بادخال تكنولوجيات جديده لمصر. الالترا فلتريشن دخلت في صناعات المياه المعبئه من التسعينات، ولكن النشاط الصناعي مصنع المحركات الهيئه العربيه للتصنيع هو اللي دخل النشاط ده يا فندم كنشاط صناعي، وكانت اول محطه تتعمل كانت في قريه الابراهيميه بالشرقيه، كانت تاني محطه تتعمل في قريه تلراق محافظه الشرقيه 26000 متر مكعب يوم، وتم تفنن في 6 شهور وعلى مساحه ربع فدان فقط. بعد كده يا فندم توسعنا في اللي هي الكومباكت ديال وانتجنا اكتر من 30 كونتينر يا فندم. في محطه جنيفا في السويس خدت افضل منتج على مستوى العالم لخدمه القرى الاكثر فقرا. سيادتك وحده معالجه مياه الصرف الصحي 500 متر مكعب يوم منطقه صناعيه متوبس، دي يا فندم تصميم وتنفيذ وانتاج وتشغيل واشراف على التشغيل مصنع المحركات بنسبه 100% يا فندم. زي ما قلت لسيادتك يا فندم دايما مصنع المحركات او الهيئه العربيه للتصنيع بنبحث عن الجديد في العالم في تكنولوجيا جديده اللي هي اللي باستخدام عجلات التحارب. سيادتك احنا عندنا اكثر من 10 تكنولوجيات لمعالجه الصرف الصحي منها NPR SBR الاكسندريجا واخرين. سيادتك دي تكنولوجيا جديده بالاشتراك مع شركه وان ووتر الامريكيه، عملنا محطه تجريبيه 100 متر مكعب يوم في محطه البدرشين في الجيزه، وكان الناتج بتاعها فن طبقا للقود المصري البي او دي والسي او دي كان الداخل فوق 350 والخارج كان اقل من 10، معالجه ثلاثيه طبقا للقود المصري بحضور الساده النواب. وبعد نجاحها يا فندم عملنا محطه ثانيه، دي كانت المحطة يا فندم اللي اشتغل في الجيزة. بعد كده يا فندم دلوقتي سيادتك بنعمل محطة إهداء من الهيئة العربية للتصنيع لوزارة الإسكان، المحطة دي يا فندم 1000 متر مكعب يوم. العجلة يا فندم فول فري مش محتاجة بالنسبة للباور كونسامبشن بتاعها يا فندم 0.2 للمتر المكعب، يعني تقريبا 20% من استخدامات الكهرباء، يعني دي يا فندم تصلح في الكرة والعزب والنجوع والكفور لحياة كريمة لأنها بتبدأ من 100 متر مكعب يوم حتى 2500 متر مكعب يوم. دي مش محتاجة عمالة، طبعا سيادتك عندنا في الكرة والنجوع مفيش العمالة المهيرة، مش محتاجين عمالة مهيرة لأن مفيش صيانة خالص. دي يا فندم الفري بتدور حر مش محتاجه بلورات، مش محتاجه ميكانيزمات، مش محتاجه اي حاجه خالص فيها. العمر الافتراضي للبقر ده يا فندم 50 سنه. ان شاء الله يا فندم هنعممها باذن الله بعد اذن حضرتك على الكفور والنجوع والعزب، وهيكون نسبه التصنيع المحلي 70% يا فندم. التصنيع المحلي للطرمبات وده حديث اليوم. في ضوء توجيهات القياده السياسيه بتعميق التصنيع المحلي اقامه الهيئه العربيه للتصنيع مصنع المحركات لاتخاذ الاجراءات اللازمه لتصنيع مكونات محطات المياه والبدء في تصنيع طرمبات الرفع الرأسيه. بالتعاون مع احدى الشركات الاوروبيه العامله في صناعه الطرمبات تم نقل حق الملكيه الفكريه لطرمبات الرفع الرأسيه، وتم مراجعه الرسومات الهندسيه ومنحنيات الاداء الخاصه بالطرمبات، وعمل بعض التعديلات لزياده العمر الافتراضي للطرمبه، وتم اطلاق اسم كليوباترا عليها. تم عمل المسبوكات في المسابك المصريه، تم تصنيع الفيكتشر او مهمات التجميع الخاصه بتجميع الترومبات، تم تشغيل وتجميع الترومبه بالكامل في مصنع الركاب بنسبه 100%، تم اختبار الترومبه في معهد بحوث الكهرباء والميكانيكا ومعهد بحوث الهيدروليك التبعي لوزاره الري، تم بعد كده اعاده الاختبار في حضور اداره الاختبار بالهيئه القوميه لمياه الشرب والصرف الصحي، وتم اعتماد الترومبات. كانت اول باكوره يا فندم توريد 4 ترومبات رفع صرف صحي في محافظه قنا. بعد كده يا فندم وردنا 6 ترومبات لعدد 4 محطات في محافظه مرسى مطروح في 2019. بعد الاثنين باتش يا فندم صدرت توجيهات السيد رئيس الجمهوريه القائد الاعلى للقوات المسلحه الى الهيئه الهندسيه بتاريخ 9/7/2020 بتشكيل لجنه برئاسه الهيئه الهندسيه للقوات المسلحه اداره المياه وعضويه الكليه الفنيه العسكريه لتقييم منتجات الهيئه العربيه للتصنيع من الطرمبات. بتاريخ 1/2/21 قامت الهيئه الهندسيه للقوات المسلحه بتشكيل لجنه برئاسه اللواء دكتور مهندس ابراهيم صالح مصطفى وعضويه الكليه الفنيه العسكريه مكتب الاستشارات الهندسيه اداره المياه اداره نظم المعلومات كليه الهندسه جامعه الاسكندريه. اللجنه يا فندم قامت اللجنه على الاطلاع بالرسومات التصميميه والتصنيعيه ومناقشه مهندسي المصنع في خطوات التصنيع، المرور على المصنع ومتابعه عمليات التحليل للمسبوكات بالمعامل الخاصه بها، حضور عمليات التشغيل والتجميع، مراجعه تقارير الاختبارات وشهادات الاعتماد، زياره احد المواقع التي تعمل بها الترمبات مرسى مطروح. تاريخ 23/2/21
قامت اللجنة بقياس معدلات الأداء وطبق الكتب الفنية لهذه الطرازات وسؤال العاملين بالمحطات، وكذا رئيس الشركة القابضة لمرسى مطروح في مشاكل هذه الترمبات من حيث التركيب وكفاءة التشغيل، ولم ترد أي ملاحظات. وكانت توصيات اللجنة اللي رفعتها للسيادة رئيس الجمهورية وصد عليها هي كالآتي: يا فندم، نجاح مصنع المحركات بإنتاج طرمبات طرد مركزي تستخدم لأغراض الصرف الصحي، تصرف من 50 ل 500 لتر ثانية ورافع حتى 60 متر مرحلة واحدة، والتي تعمل في مجال الصرف الصحي بمكون محلي يصل نسبته إلى 78% بالإمكانيات المتاحة حاليا. ده وقتها يا فندم بطاقة إنتاجية 2 مضخة يوميا. وكان من مقترحات اللجنة اللي تم التصديق عليها قيام مصنع المحركات وتقديم مقترح لإنشاء خط إنتاج كامل للمضخات بطاقة إنتاجية 200 مضخة شهريا، وده اللي سيادتك عملناه، تقديم مقترح لإنشاء منصة اختبار معدلات أداء الترمبات مذكورة وسيادتك جاري إنشائها بمصنع المحركات دلوقتي يا فندم. دي شهادة يا فندم من الدكتور إبراهيم خالد رئيس شركة مياه صرف صحي مرسى مطروح. سيادتك اللي على الشمال دي يا فندم كان أثناء وجود اللجنة من سنتين. الشهادة يا فندم الشهر اللي فات دكتور إبراهيم خالد بيقول إن الترمبات دي مركبة عنده من 3 سنين وبتعمل بحالة ممتازة وجيدة، وبيشكر في خدمة ما بعد البيع سيادتك أي ترمبة بتعطل عنده. إحنا مسافة 5-6 ساعات لمرسى مطروح بنكون عنده يا فندم وبنحل العطب. بناء على توصيات اللجنة المشكلة من رئاسة الجمهورية بزيادة الطاقة الإنتاجية من الترمبات تصبح 200 ترمبة شهريا، تم إنشاء مركز تصنيع رقمي DMC Digital Manufacturing Center. تم الاستعانة بمكتب الشاري وقسم الإنتاج بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية لتحديد الإمكانيات المطلوبة بعد المعاينة. تم إنشاء المركز على مساحة 3500 متر مربع، تكلفة استثمارية 230 مليون جنيه مصري. المركز يتوافق مع مطالب التحول الرقمي والثورة الصناعية الرابعة. تم توريد وتركيب خطوط الإنتاج بالتعاقد مع كبرى الشركات العالمية DMG موري وشنك. المركز يشتمل على أقسام البحث والتطوير والتصميم. الطاقة الإنتاجية للمركز من ترمبات المياه 200 مضخة شهريا. دي يا فندم حسابتك المركز عندنا فيه 13 مكنة. أول مكنة فندم دي مكنة تشغيل، دي ماشين سنتر 5 محاور بتعمل في الأفق والرأسي. المكنة الثانية مركز تشغيل 4 محاور بتعمل فريزة وخراطة أفقية. في مركز تشغيل 4 محاور خراطة. دي يا فندم النماذج اللي ممكن نشتغلها في المكن الجديد الايروسبيس او الافيجن، التول اند مولد ميكنج اللي هي الباترنز او الارانيك، الميكانيكال انجينيرنج، الانرجي تكنولوجي. ودي يا فندم صناعات جديده زي سيادتك الجزء ده ما كانش ممكن نصنعه قبل كده، ده الامبيلر بتاع التربينات اللي شغاله في الغازات. دي يا فندم كان بتعطل في احد المصانع، كانوا بيجيب التوربينه دي يا فندم من الصين بحوالي 11,000 دولار، وكانت مده التوريد 6 شهور، كانت بتصل ل 11 شهر وسنه. احنا سيادتك بنصنع الامبيلر ده اللي هو بتاع التوربينه دي في 3 ساعات دلوقتي يا فندم. دي بعض المكنات بالمركز. ده سيادتك مشغوله اللي هي الكيسه بتاع الترومبه الكبيره ال 250 500. ده كده يا فندم المكنة نفسها بتختار العدة اللي هتعمل بيها تأب. دي يا فندم مكنة خمس دي بتغير العدة تانية يا فندم علشان تعمل ألاوز مكان التأب. سير العدة المكنة يا فندم بيحتوي على 63 عدة. المشغولة دي يا فندم كانت بتاخد على المكنة التراديشن 38 ساعة على 7-8 مكنات. النهاردة فندم بنعمل المشغولة دي على مكنة واحدة وبتثبيتة واحدة وفي 2:20. عملت يا فندم تاب وألوازة رأسية وبتعمل دلوقتي أفقية. المكنة فندم هتغير العدة للمرة الرابعة في خلال 1.5 دقيقة، وهتعمل خراطة عميقة في جسم الترومبة. غير العدة فندم وهتعمل سقب عميق للترومبة أو للكيسة.
كل مكنة فنن فيها اثناء التسجيل يا فندم في دبل تشينج ماجد الناحيه الثانيه بنكون جهزنا المشغوله الثانيه بتخش عليها دي يا فندم. خلصنا المشغوله الاولانيه، المشغوله الثانيه بكل ركبت مفيش ويست تايم خالص. دي يا فندم الترومبه اللي هتبقى جديده ان شاء الله بعد نجاح مصنع المحركات في تصنيع ترومبه الرفع الرأسية ونجاحها لمده 3 سنين في المحافظات. النهارده يا فندم انتجنا الترومبه اللي هي السبليت كيس او المنشطره دبل ساكشن بتصرفات من 200 لتر ثانية حتى 1000 لتر ثانية برفع حتى 90 متر، وهي جاهزة يا فندم للاختبار. في حالة نجاح الاختبار إن شاء الله هنعتمدها ونعممها إن شاء الله يا فندم. شكرا جدا يا فندم. أي أمر يا فندم. نستأذن سيادتك يا فندم في افتتاح مركز التصنيع الرقمي.